بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ويتكلم عن الإحرام، هو جعله تحت باب ما يلبس المحرم، والمراد هنا فيما يتعلق بالمرأة. وتكلمنا فيما مضى عن شروط الإحرام أو شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج، وقلنا إنها الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود المحرم للمرأة، وطبعا داخل في الاستطاعة، اللي هي الاستطاعة. إذن الشروط هي الإسلام، وتكلم عن ذلك، والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ومن الاستطاعة في حق المرأة أن يكون لها محرم، وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم في أن يكون المحرم شرطا في الاستطاعة، ولكن لا شك أن هذا الحديث أورده الشيخ هو من باب الاستدلال لهذا الموضوع، وهو أن المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرمة. أولا، المرأة في الإسلام لها مكانتها ولها منزلتها ولها حقوقها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، وقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالأصل هو استواء الرجل والمرأة في التكاليف، إلا ما جاء الشرع باستثنائه، ولا كل ما يذكر من أحكام ومن خطاب فالنساء داخلة فيه، إذا لم تذكر بالنص فإن داخلة. فقوله: يا أيها الذين آمنوا، الرجال والنساء، يا أيها الناس، الرجال والنساء، الرجال والنساء، إن الإنسان، الرجال والنساء. فكل خطاب الأصل أن يدخل فيه الرجال والنساء، إلا إذا جاء الدليل
أو جاء النص ب يعني ب ب ب ب بالدلالة على التمايز بين الذكر والأنثى في نوع في بعض أنواع التكليف مثلا. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، قال: ولا نساء من نساء. إذا فهمنا أن القوم هنا الرجال، لأنه قال: ولا نساء من نساء. ولو لم يقل ولا نساء من نساء لدخل النساء في القوم، ودخل في قول يا أيها الذين آمنوا. لكن يا أيها الذين آمنوا هنا دخل الجميع، لكن لما قال لا يسخر قوم من قوم ثم قال ولا نساء من نساء دل على أن القوم هو المراد به الرجال. إذن الأصل في كل التكاليف أن هي للرجال والنساء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال وللرجال عليهن درجة. الدرجة هي المقصود بها الإنفاق في قول عز وجل، والقوامة أيضا الإنفاق والقوامة في قول عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وإلا الأصل المساواة، للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، وسأل الله من فضله. ولهذا دائما يقول بعضكم من بعض، بعضهم من بعض، فهذا هو الأصل. وأيضا المرأة لها مكانتها، أما وأختا وزوجة وبنتا، بل حتى أن الأم حقها مقدم على حق الأب كما هو معلوم، والزوجة لها حقها المحفوظ وبالمعروف في 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 يعني تفاصيل ليس هذا مكان الحديث عنها. لكن جعل الله عز وجل بين الرجال والنساء جاذبية عجيبة، بمعنى فتنة. فلا شك أن وجود الرجال مع النساء تكون أجواء فتنة، وهذا شيء لا 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 ينكره عاقل. ويكفي في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. لأن نقف وقفة عند هذا الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب ورجل وحازم. ما هو إنسان عادي، إنسان مكتمل العقل، مكتمل الرجولة، مكتمل الحزم، ومع هذا عند النساء يذوب، مع أنه قال ناقصات عقل ودين. إذن حينما قال ناقصات عقل ودين قد لا يراد منه الانتقاص بقدر ما يراد منه قوة المرأة أمام الرجل، أو قوة فتنة المرأة أمام الرجل. لماذا؟ لأن نقص العقل والدين كله ذكر العلماء ليس من 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 فعلها، فهي لا تلام عليه. نقص عقلها لا تلام عليه ولا تحسب عليه، ولا ينقص بتكليفها ولا من 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 حقها ولا من 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 ثوابها ولا من عملها أبدا. كما لو تقول هذا طويل وهذا قصير، كونه قصير ليس له دخل في أن يكون قصيرا، من ليس علاقة له قصير. فالأشياء التي ليست من كسبه وليس من عمله لا يسأل عنها. مثلا نقص الدين في المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلي شطر دهرها،
ما معنى نفصل؟ يعني تجي الدورة الشهر 30 يوم مثلا، الرجل يصلي 30 يوم، المرأة تصلي 24 يوم إذا كان دورتها 6 أيام أو 23 7 أيام أو كذا. لكن هل ثوابها ينقص عن 30 يوم؟ لا، صح يصلي 27 أو يصلي 23 أو 24 لكن ثوابها كامل، كامل تماما. فنقص الدين بمعنى أنها لا تصلي، بل لو صلت حرام ولا يجوز أصلا، لأنه فساء ولا الحاي، فهي لا تحاسب على نقص دينها، إنما هذا التشريع، لا تصلي ومعها الدم بس، لكن الثواب كامل. وكذلك الصيام حينما لا تصوم وتقضي لا 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 لا, لا ينقص ثوابه ولا يجرح. وكذلك نقص العقل فيما يتعلق بالشهادة، وليست كل شهادة، الشهادة في المال فقط في بعض الأحيان التي الأمور التي هي لا تشهدها، بينما في الأمور التي تخص النساء يقبل شهادة المرأة ولا يقبل شهادة الرجل، ما يدل على النقص أو ليس لذاتها بقدر ما هو يعني لظرف الحالة التي طلبت فيها الشهادة. فمر النساء مثلا، مر البكارة، مر الولادة، مر الرضاع، يقبل شهادة النساء ولا يقبل شهادة الرجال، لأن شؤونهم. أيضا في قول عز وجل للذكر لم يحظ الأنثيين في الميراث، ليس دائما، في أحوال خاصة، في حال إذا كان ورث بنين وبنات أو إخوة وأخوات بس، والزوج أيضا نصف الزوج، نصف الزوج فقط، أما البقية لا، البقية أحيانا قد تأخذ المرأة أكثر من الرجل، الأم أحيانا تأخذ ثلث، بينما يكون الأولاد 5 أو 6 ما يجي ولا 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 سدس، ولا أخذت السدس مثلا إذا كان جمع من الإخوة أو جمع من الأولاد تأخذ السدس، بينما إذا كانوا 5 ولا 10 ما يصيرون ولا ربع سدس. المقصود أن المرأة يعني حينما تنظر إلى حالها حينما جاء التشريع قبل 1400 سنة وتنظر حالها في الأمم الأخرى ترى أن الشرع أنصفها وأكرمها ورفع مقامها. في الجاهلية كانت تورث، في الجاهلية كانت ليس لها أي حساب، وكان الابن الأكبر يتزوج زوجة أبيه إذا مات أبوه، وكانوا لا يزوجون النساء إلا لا يورثون النساء ويتعسفون في زواج النساء ويكرهونهن على الزواج ويكرهونهن على فرد في الإنسان مؤنصفها تماما. في الوقت الحاضر أسرفوا فيما يسمونه بحق المرأة، أخرجوها من بيتها وأفسدوها وأفسدوا بها، فصار العري، صار التفسخ، وصار خراب البيوت، يعني خراب البيوت بكل ما تعنيه الكلمة معنى، خربت البيوت تماما. ما معنى خربت البيوت؟ يعني أنا لا ترى لا يعني أنا أقصد في الحضارة المعاصرة، وإن كان المسلمون الحمد لله لا يزالون بخير إن شاء الله، لكن أقصد غير المسلمين والذين انجرفوا مع التيار، الآن في بيوتهم لا يوجد أطفال إلا طفل ثم حينما يبلغ ينتهي، ولا يكاد يوجد لا رحم ولا أخوال ولا أعمام أبدا، هذه كلها انتهت، ليس بينهم أي أرحام ولا تواصل، قد يسمونه عم ويسمونه خال لكن ليس لهم أي علاقة به، بل الأبناء والبنات ليس لهم علاقة بأبيهم ولا بأمهم إذا كبروا. الواحد منهم إذا بلغ 16 أو 17 حسب قوانينهم له كامل الحرية، وليس كامل الحرية فقط بل ينفصل انفصالا تاما، ولا يكاد يسأل لا عن أمه ولا أبيه،
وما نسف هذا بدأ ينتشر في العالم كله، وهم أيضا تسلطوا على الناس بما يسمونه بحق الإنسان ويفرضونها فرضا وهي سلوكيات منحرفة، بل قوانين منحرفة، من المفارقات الظاهرة فيما يعني يحدثنا أن وقد نلمسه وتلمسونه في تلك الجهات، حينما يمرض مسلم ويدخل مستشفى أو مسلمة لا يكاد ينقطع الزوار عنه، لا يكاد ينقطع الزوار عنه أبدا، يزورونه ويسألون عنه ويتفقدونه ويسألون عن شؤونه ويتتبعون حالته بشكل ملفت، بينما هم لا يكاد يأتي أحد عند هذا المريض، يدخل ويخرج ما جاءه ولا واحد، قد يتكرم أحد من بالهاتف ولا يرسل له وردة بس. هذا الحال الذي وصل بهم حينما أهملوا، فعلا أهملوا البيت وأهملوا الأسرة وأهملوا الترابط الأسري تماما، ولهذا الآن وصل بهم الحال إلى أن يزوجوا أو يبيحوا اللواط باسم المثلية والشواذ ويسنون لهم القوانين. هذا انهيار، يكتف الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة. أتاتون الرجال شهوة بدون نساء، بل أنتم قوم عادون يا معتدون. وصل بهم الحال باسم الحقوق، هذه ليست حقوق، هذا هلاك أمم. ولهذا تقطعت الأسباب، تقطعت الأواصر. وفعلا حينما يعني تخرج المرأة على هذا النحو تفسد وتفسد، لأن فعلا فتنة جعل الله فيها جاذبية لتكون إيجابية، لا تكون جاذبية لتكون هادمة. إذا أسيء استخدامها صارت هادمة، وهي الآن هادمة في 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 قوانينهم وفي تشريعاتهم. ولهذا النسل قل ولا يكاد يوجد في مثل طفل أو طفلين، ولا يوجد كما قال، لا يوجد يعني لا يعرفون أعماما ولا أخوانا ولا يتواصلون ولا أبدا، بمعنى لا تكاد توجد حياة اجتماعية. ولهذا في هذا الباب شدد الإسلام، شدد في المحافظة على البيوت، وشدد في المحافظة على الأخلاق، وشدد في 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 التماسك الأسري، الرحم، حقوق الأب وحقوق الأم، حقوق الأخوات والبنات والأولاد لهم حقوق، ويجب أن نحافظ على البيت وعلى الأسرة وعلى التربية. مثلا يعني كمثال على الصرامة في حق الأب مثلا أو حق الوالدين عموما، كل الأب والأم، يقول عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس به علم، ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما معنى هذا؟ معناه أن أباك أو أمك لو دعاك إلى الكفر وخروج الملة والإتيان بالمحرم لا تطيعهما، ومع هذا حقه يبقى محفوظا، قال صاحبهما في الدنيا معروفة. ولهذا حقوق الوالدين ليست مكافأة، حقه ثابت سواء عدل أو ظلم، وسواء أعطاك أو منعك. لا تقول بما رباني ولا بما أعطاني ولا بفضل أخي على فضل أخي علي إلى آخره، أو فضل أختي علي إلى هذا غلط من الأب ولا يجوز له، حرام.
لكن هذا لا يسقط حقه، مما يدل على حرص الإسلام على التماسك الأسري وعلى الصرامة في حفظ الحقوق. هو مخطئ طبعا في التقصير، مخطئ في الظلم، لكنه هذا لا يسقط حقه، لأن حق الأبوة عظيم. وإن جاهداك على جاهداك يعني بذل الجهد، جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن المرأة لها مكانتها ولها منزلتها ولا حقوقها، وهي نص فيها المساواة مع الرجال، مع الرجل، إلا فيما جاء الشرع باستثنائه. ومن هنا من باب الحفاظ على الأسرة وفعلا اتقاء الفتنة منع أمرين: منع أن تسافر المرأة بغير محرم، ومنع أن يخلو الرجل المرأة. لا يخلون رجل المرأة إلا وثالثهم الشيطان، وهذا معروف. ولهذا كلما كان المجتمع مختلطا فشل الفساد، وهذا أمر لا يحتاج إلى إثبات ولا إلى برهان. ولهذا شو حينما تنظر الصيغة هنا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. الصيغة مشددة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فذكرها بالإيمان بالله واليوم الآخر مما يدل على عظم الأمر. فإذا كانت تؤمن بالله والآخر لا يحل لها. إذا كانت فعلا تستشعر قوة إيمانها بالله وقوة إيمانها بالحساب ويوم الحساب واليوم الآخر كما تقف بين يدي الله عز وجل، لا يحل لامرأة تؤمن بالله والآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي بعض الروايات ثلاثة أيام، وبعض الروايات يوم وليلة. لكن الشيخ هنا أورد هذا يدل على أنه يرجح هذا، وهذا هو الصحيح، لأنه يؤخذ بالأقل، لأن يوم يشمل يومين وثلاثة أيام، وفي بعض أربعة برود. والكلام هنا عن المحرم في الحج، المحرم في الحج. ف المرأة إذا أردت أن تحج لابد أن يكون معها محرم، والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه، تحرم المرأة عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح. ولهذا محرمها أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها. طبعا الأب وين على الجد، والابن وين نزل، ابن 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 إلى آخره. وكذلك أيضا ابن البنت وين نزل إذا كذلك، لأن جدة، والعم أخو أبيها، والخال محرم، فهؤلاء هم حرموها. هذا بنسب أو سبب مباح وهو الرضاع مثلا، وعلى التأبيد أيضا. الرضاع مثل النسب: أبوها من الرضاع، أخوها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابنها من الرضاع، هؤلاء محارم لها. وكذلك أيضا أبو زوجها محرم لها، وابن زوجها، هذه مصاهرة، هذا سبب أيضا وهو مصاهرة. أبو زوجها محرم لها، وابن زوجها محرم لها. أما وعلى التأبيد، أما على التأميد لا، مثلا زوج أختها مثلا ليس محرما لها،
لأن زوج أختها محرم عليها طبعا، لكن حرمة على التأبيد مؤقتة. زوج أختها لا يحل يتزوجها، لأن الجمع بين أختين أو زوج خالتها أو زوج عمتها فهو محرم عليها، لكن هذه حرمة مؤقتة. ما معنى مؤقتة؟ يعني لو طلق أختها أخذها زوجته وأخذها، أو لو ماتت زوجته يتزوج أختها، أو ماتت يأخذ خالتها أو عمتها إذا ماتت أو طلقها. فالحرمة هذه مؤقتة ليست مؤبدة. وقام يسبب مباح قال مثل اللعان، اللعان حرمة على التبيد لكنه لا يحل تكون به محرمية. المقصود أن هذا هو المحرم، والزوج كذلك، زوجها محرم لها، زوجها أو من تحرم عليه كما قال الأب والأخ والابن والخال والعم، هذا هو المحرم. بمعنى في الحج أو في السفر، أي سفر لا تسافر إلا مع ذي محرم. بعض العلماء يقول في الحج لا يشترط هذا، لأن يقول إن قول عز وجل ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا ما ذكر شيء، لكن لا شك أن السنة تقيد القرآن، فقال مطلق وليس فيه ذكر المحرم، لكن المعلومة أن السنة تقيد القرآن. وبل بل 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 الحديث الصريح الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، يعني أنا سجلت في الجهاد وامرأتي سافرت، قال لا انطلق فحج مع امرأتك، فمنعه من الجهاد وقال اذهب حج مع امرأتك. وهذا في الحج خاصة، مما يدل على أن السفر سواء سفر حج أو سفر غيره فعليها ألا تسافر. وبعضهم يقول لا مانع من رفقة مأمونة، نساء أو مجموعة إذا كذا آمنة. وبعضهم يقول أيضا إذا كانت كبيرة السن يرخص بعضهم، يقول لأنها ليست محل فتنة ولا خوف عليها، لكن لا مهما كان لكل ساقطة لاقطة. لكن لو حجت صح، لو حجت من غير محرم سواء كانت شابة أو كبيرة، حجها صحيح لكنها آثمة وليس عليها فدية ولا دم، لكنها مخطئة تتوب الله عز وجل لأنها أخطأت، لكن حجها صحيح، حجها صحيح. لا يحل لامرأة تؤمن بالله بالآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة بمعنى محرم. وفي حديث البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاه، أو يصوم ثلاثة أيام. قال باب الفدية. الفدية طبعا من الفداء والمفاداة، فداه يعني دفع شيئا في سبيل أن ينقذ نفسه من الهلكة، هذا هو فدية. وهي إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على حجه ويحافظ على نسكه ولا يتهاون، لأنه يوشك أن يهلك إذا قصر، فاحتاج يدفع فدية حتى يستنقذ نفسه ويستنقذ حجه. لا ينبغي الإنسان يا إخواني أن يتساهل، يقول ما دام في فدية
أبدا. وأحيانا يعني قد تكون فدية وهو آثم، مع أنه ما نعلي فدية يأثم إذا تعمد. وفدية لا قد أحيانا قد لا تكون مكفرة، قد تكون لازم، ومع هذا يأثم لأن لابد أن يتوب إذا قصر وتهاون. أما إذا يعني خطأ أو أشياء على ما سوف يأتي إن شاء الله تكون فدية كافية. لكن لا، إذا تهاون وتجر على حرمات الله هذا يعني يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعظم شعائر الله، لأن أعظم دليل التقوى تعظيم شعائر الله. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتقوى القلب تظهر في تعظيم شعائر الله عز وجل. ومن تعظيم شعائر الله أن الإنسان يجتهد ألا يقع في ممنوعات في المحظورات، وهذا في كل العبادات سواء الصلاة والصيام وغيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع أن فليس لله في أن يدع الصيام أن فليس لله حاجة في أن يدع الصيام إيش أن يدع طعامه دعامه وشرابه. فالإنسان لا يتساهل، خاصة الصائمون أحيانا في الغيبة والنميمة وأكل الحرام. الصيام في الظاهر صحيح لكنه أفسده، ولا يقال أنه يقضي، لكن يمكن ليس له ثواب بل قد يعاقب. وإن قلنا لا يقضي، قطع في أعراض الناس ويأكل الحرام ويأكل الربا ويظلم ويفسد على جيرانه ولا على قاربه ولا على أرحام يقطع الأرحام، هذا كله قضايا ينبغي أن تهتم بها. أنتم تعرفون من هو المفلس؟ المفلس حينما قال من المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. فقال لك المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات أمثال الجبال، يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مهال هذا وشتم هذا، فتؤخذ بحسناته وتوضع فيه، فإذا انتهت أخذ فإذا فنيت أخذ من سيئاته وضعت عليه ثم قضي فينا. هذا هو الفلاس. نعم أنت قد تكون، لا نقول أنك تقضي ولا نقول كذا، ولكن عملك ذهب هباء. فلا ينبغي يا أخواني أبدا أن تتساهلوا في أمور دينكم وفي شعائر دينكم من صلاة وصيام وصدقات وحج. اجتهدوا في أن يكون الحج وظيفا. ومع هذا من باب لطف الله بنا أنه شرع الفدية لتكون كفارات. إذن الفدية هي من المفاداة، وهي أنك تستنقذ الجوانب التي قصرت فيها عن طريق هذه الفدية. طبعا الفدية تكون حينما يأتي الإنسان إلى محظورات الإحرام. وأشرنا في أظن في الدرس الأول والثاني إلى محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني ممنوعات الإحرام، يعني حينما يكون إنسان محرما امتنع عليه شيئا كان حلالا له، من الحلق مثلا، حلق الشعر حينما تحرم ممنوع بأي نوع، سواء بالمقص ولا بالنتف ولا بالموسى ولا بغيره، كل إزالة الشعر ممنوعة، أو بالنورة أو بأي مزيل لا يجوز. ومنها أيضا لبس المخيط، ومنها تقليل المظافر، ومنها تغطية الرأس للرجال أو للذكور، ومنها الطيب وقد يأتي بعضها، ومنها أيضا قتل الصيد، ومنها عقد النكاح، ومنها أيضا الوط والمباشرة في دون الفرج إلى آخره. هذه كلها ممنوعات كانت حلالا قبل الإحرام، فلما أحرم امتنع منها. فهذه إذا فعلها أو احتاج إلى أن يفعلها، طبعا حينما أقول فعلها بمعنى احتاج، فإذا احتاج يفعلها عليه الفدية. ولهذا أورد الشيخ حديث عبد الله بن معقل قال: جلست لك عبد العجرة. كعب بن عجرة هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية،
لما جاء في حنين كان في الجعرانة في عمرة الجعرانة جاء بكعب إلى النبي قال حملت إليه فرأى القمر يتناثر عليه رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى يعني شديد هذا وما كنت أرى الجهد بلغ بكذا يعني لا الكثرة القمل ولا لا الضرر الذي أنت فيه الجهد التعب فيه جهد وفيه جهد الجهد التعب والجهد الطاقة الجهد بالضم الطاقة والجهد بالفتح التعب والذي لا يجدون إلا جهدهم يعني طاقتهم قال حتى بلغ مني الجهد يعني التعب فقال ما كنت أرى الوجع بك بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى يعني شدة آثار القمل عليهم أتجد شاة هذه الفدية فقلت لا قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام إلى آخره إذن هذا هو مستند الفدية الله عز وجل يقول في القرآن الحج أشهر وأتموا الحج برعون الله فإن حصرتم فمن لم فإن حصرتم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا فما كانش مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فدية من صيام أو صدقة أو نسك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا فبين الصيام 3 أيام وأيضا الإطعام أنه 6 مساكين والنسك أنه شاه المحظورات تختلف الممنوعات يعني إذا كانت الحلق وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس هذه 5 لبس المخيط وتقليم الأظافر والحلق وتغطية الرأس والطيب هذه إذا احتاج الإنسان إلى شيء منها بعدما يحرم كما في قصة كعب هنا آذاه القمل فقال الرسول احلق رأسك احلق رأسك وقدم الفدية أو احتاج يغطي رأسه رجل مريض ولا عنده ضغط ولا شمس ولا سكر ولا يطيق يغطي رأسه ويفدي إذا احتاج أو ظفر عنده خاشي مريض أو كذا أو يأثل احتاج يقصه أو ظافره إذا فعل ذلك يكون مخير بين أن يذبح شاه أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين يطعم 6 مساكين كل مسكين له نصف صاع نصف صاع من تمر أو بر أو وكان في المذهب عندنا يقول نصف صاع من مر أو مد من غيره لكن يبدو لا أن كل نصف صاع المذهب يقولون نصف صاع من بر أو مد من بر أو نصف صاع من غيره مد بر أو نصف صاع من غيره لكن صحيح لأن كل نصف صاع حديث نصف للجميع فسواء من تمر أو من يعني أو بر أو من الطعام يعني الطعام الذي طعام البلد هذا فهو مخير بين أن يذبح شاه وبين أن يصوم 3 أيام وبين أن يطعم 6 مساكين يطعم 6 مساكين وليس 10 6 قال فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نصف صاع وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا الفرق 3 أصوع
الفرق ثلاثة أصع وبين ستة، يعني كل واحد نص نصف صاع. ثلاثة الأصع بين ستة مساكين يكون لكل نصف لكل مسكين نصف صاع، أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. إذن هذا ما يتعلق بالخمسة هذه، حلق الحلق أو التقليم أو تغطية الرأس أو الطيب أو لبس المخيط. إذا احتاج أن يفعل شيء من هذه فإنه لا مانع أن يفعلها ثم يفدي، ثم يفدي. وهذه الفدية سواء كان طعاما، الصيام معروف طبعا، لكن إذا كان طعام أو ذبح تكون لمساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا، لا يأكل منها شيئا، إنما لمساكين الحرم، لمساكين الحرم. ومساكين الحرم، مساكين الحرم أهل مكة، مساكين أهل مكة أو المقيمين فيها ولو كانوا غير من أهل مكة، ما دام أنه مسكين يعطى، ما دام في مكة يعطى سواء كان من أهلها أو من غير أهلها. يبقى أيضا عندنا من الفدية جزاء الصيد، وهذا نادر طبعا لكن لما نشير إليه إشارة خفيفة. الصيد الرجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. إذن هذا هو جزاء الصيد، المحرم لا يجوز له أن يصيد حد الإحرام ولا أن يدل على الصيد. إذا كنت ماشي مع زميلك وزميلك ما أحرم وشفت صيد سواء طير أو غزال أو شيء قلت تقول صيد، لا 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 يجوز أن تعينه ولا أن تدله. إذا صاد، صاد حمامة مثلا، الأصل في المذهب الإمام أحمد أن ما حكم به الصحابة يؤخذ به، وما لم يحكم به الصحابة يؤتى بحكمين ذو عدل كما قال عز وجل يحكم به ذو عدل منكم. مثلا صاد حمامة، الحمامة حكم فيها الصحابة بأن فيها شاه، فيها شاه، صدت حمام فعليك فدية شاه أو قيمة الشاه، قيمة الشاه لو كان 300 ريال تشتري به طعاما وتعطيه المساكين. مثلا طعام 300 ريال كم يكفي؟ قلنا 10 مساكين مثلا، فتعطي 10 مساكين أو تصوم 10 أيام. يعني يا تذبح شاه، يا بقيمة الشاه تشتري طعام أو تصوم على عدد المساكين. أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. فإذن أنت مخير، إما تذبح شاه، وإما بقيمة الشاه تشتري طعام للمساكين، وإما بعدد المساكين الذي يمثلون قيمة الشاه صوم. كما أقول لو كان 10 مساكين صوم 10 أيام أو تنظم 10 مساكين أو تذبح الشاه، هذا مثلا. وطبعا أحيانا تكون بدنة كما اصطاد نعامة، قال النعامة فيها بدنة، فيها جمل، فيها بعير، فإذا بعير مثلا إما أن تذبح بعير، وإما أن تشتري بقيمة البعير مثلا قيمته 2000 ريال مثلا، 3 ريال تشتري كم يغطي مسكين؟ مثلا يغطي 20 مسكين. إذا تعطي 20 مسكين أو صوم 20 يوم أو صوم 20 يوم، هذا هو جزاء الصيد أو فدية الصيد. أيضا كذلك من الفدية فدية الإحصار. الإحصار إذا كنت محصر، ما معنى محصر؟ يعني ولم تشترط في الإحرام، نقول له في الإحرام أنه يشترط، يقول حبسني حابس
فمحل حلف بستاني. إذا اشترط مع الإشكال، مثلا أحرمت فقلت وإن حبسني حابس، خاصة إذا كنت مريض وعندك سكر وعندك ضغط وعندك قلب ومشاكل صحية وتخشى يعني أنك فعلا يأتيك ما يعيقك، فإذا أحرمت تقول اللهم أني أريد العمرة والحج فيسر لي، وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فلو أنك فعلا لما أحرمت وأردت أن تذهب إلى منى جاءك الأزمة، أزمة قلبية مثلا أو أزمة سكر أو ضغط أو إغماء، شالوك المستشفى، نقول اشترطت؟ تقول نعم. نقول ماذا اشترطت؟ خلاص البس ملابسك ما عليك شيء، تتحلل مجانا، تتحلل مجانا، لأنك قلت وإن حبسني حابس فمحلي، محلي يعني إحلالي، محلي يعني مكان الذي أتحلل فيه وأخرج من ملابس الإحرام وألبس ملابس المعتادة حيث حبستني. إذن تتحلل مجانا ولا شيء عليك. أما إذا لم تشترط وجدتك الأزمة ونقلوك المستشفى وما تمكنت من إكمال الحج، هذا يكون حكمك حكم المحصر. المحصر يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. إذن ما تتحلل إلا بعد الذبح، تذبح الهدي وهذه فدية ثم تحل، أو تصوم 10 أيام. أيضا لا تتحلل بعد إكمال صيام 10 أيام، تصوم 10 أيام ثم تتحلل. هذه فدية الإحصار، فدية الإحصار. أما التمتع والقران فهذا له هدي، التمتع والقران له هدي، بمعنى إذا كان حجك نسكك تمتعا أو قرانا فإنك يوم العيد تذبح هدي يعني شاه، طبعا صفتها كصفة الأضحية، نفس اللي ينطبق على الأضحية ينطبق على الهدي. لكن هدي التمتع والقران ليس فدية، ليس فدية، يعني ليس مقابل ممنوع، ليس مقابل محظور، لا، هذا يسموه دم شكران، دم شكر، بينما الفدية دم جبران، يعني تجبر النقص، بينما هدي التمتع لا، شكر، بمعنى أن الله عز وجل جمع لك بين حج وعمرة في سفر واحد، هذا القارن والمتمتع. المفرد ما عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي، فالمتمتع عليه هدي، هذه شكر. فهذا الهدي لك أن تأكل منه، يعني كل أضحية تأكل منه وتتصدق وتهدي، أيضا تأكل وتهدي وتتصدق كل أضحية، بينما الفدية لا، لمساكين الحرام، لمساكين الحرام. إلا الإحصار يكون لمساكين في المكان الذي أنت فيه، إذا كنت في مكة المساكين الحرام، وإذا كنت في غيره في المكان الذي أنت فيه تهدي حيث أحصر، حيث أحصرت. هذا فيما يتعلق بالفدية. لكن أيضا ينبغي أن تسقط بالنسيان، كما لو أنك غطيت رأسك ناسي، لو تطيبت ناسي، هذا النسيان والجهل والإكراه، هذه إذا فعلت هذا جهلا أو نسيانا أو إكراها فإنه لا فدية عليك، فإنه لا فدية عليك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.